فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن عبد القادر الجيلاني بريء مما ينسب إليه من الطريقة القادرية؟ بلا شك، هذا بلا شك، بإجماع أهل العلم يشهدون له بالصلاح والاستقامة وأنه مكذوب عليه هذا الشيء، يشهدون له بهذا، وهو إمام جليل معروف من أئمة الحنابلة، له كتاب في الفقه في مذهب الإمام أحمد. نعم.